لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له ما يغيب، لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له ما يغيب، منبقى منطر كيش جديد ومنطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر، منبقى منطر كيش جديد ومنطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر. بتعدي كأنها سنين، بتفرق بالقلب الدقات خوف وقلق وشوق وحنين، بتمرق بالعمر لحظات بتعدي كأنها سنين، بتفرق بالقلب الدقات خوف وقلق وشوق وحنين، منبقى مننطر كل شي جديد ومننطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر، نبقى مننطر كل شي جديد ومننطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر. لما منحب مننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق مننطر اللي منشتاق له ما يغيبه، لما منحب مننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق مننطر اللي منشتاق له ما يغيبه.
أمي الله يخليك، بس دقيقة، بس دقيقة أمي. أهلا يا حجة. الوالدة موجودة؟ ايه. أمي، أمي تعال شوفي جيراننا الجداد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، ميت السلامة. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم، حبينا نجي نشرب فنجان قهوة عندك. قهوتي يا ميت السلامة، نورتي. أهلا وسهلا، بس ما يكون هيك غلبناكي. لا ولو، أهلا وسهلا فيكم، تفضلي تفضلي. ما شاء الله بيتك كثير حلو. الله يخليكي، هذا من زوي. طمنوني، ان شاء الله مبسوطين بالسكنه عنا. ايه الحمد لله ماشي حالنا، بعدين جيت لك لحالها بتكفي. تسلمي تسلمي، الله يخلي لي اياك يا رب. كيفك يا لورا؟ تمام ماشي الحال. ايه الحمد لله يا رب. ما قلتي لي شو عم تدرسي؟ انا بالجامعه وصرت سنه ثانيه ادب انجليزي. كثير حلو، الله يوفقك يا رب، والله يبعث لك ايام حلوه. طيب على اذنكم حضرت القهوه عنا. ماشي ما قلتي لي شو عندك اولاد؟ والله ما عندي غير لورا. الله يخلي لك اياها وتفرحي فيها يا رب. كانه انت ما عندك غير وليد، ما هيك؟ لا عندي ولدين، وليد وعمر. انا وليد بشوفه على الدرج، بس عمر ما بشوفه ابدا. شو بجوزتي؟ لا ماني بجوزته يعني، بس هو بحب العزه وبحب يقعد لحاله. الله يخلي لك اياهم، ان شاء الله بتفرحي فيهم يا رب. الله يسلمك يا رب. لورا. عن جد عزفك حلو. انت شو اسمك؟ عمر. عمر اسمي عمر. عمر؟ لا لا مو عمر، عمر واو عمر. طيب انا اسفة عمر، امبارح المسا سمعتك عم تعزف وكتير حبيت عزفك. شكرا. ما ليش تعزف لي هلا؟ لا 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 لا. لورا لورا رجل موسيقى إذا بتريد وليد بدي أحضر المباراة. رجل موسيقى إذا بتريد وليد رح حفك. إذا بتريد وليد نحصل لك مقبور من الصبح عاد عم تحضر. حدا حكاك شي؟ بدي أحضر المباراة خلاص كوتها. أنت ليش هيك عم تحكي مع أخوك؟ هيك حيواني صرعني لك بدي اشوف المباراة. اخوك اكبر منك ما لازم تحكي معه هيك. ايه طبعا لانه حبيب قلبك هو، بتخافي على مشاعره. اما انا اخر همك. على فكرة هي العيشة بالبيت مع الطنطاقها. انت ليش هيك عم تقول؟ اثنيناتكم اولادي، اثنيناتكم بحبكم. ايه واضح ما شاء الله تضربوا انتو هالبيت. رايح احضر مباراة عند فاتي. لا حول ولا قوة الا بالله.
أمي بدك تضل زعلان هيك؟ شو؟ أنا ما بيهون علي زعلك. بعدين يا حبيبي يعني أخوك بده حدا يساعده، أنت بتقدر تساوي كل شيء لحالك، هو ما بيقدر. يعني معقولة نتركه هيك؟ ما قاله غير الله ونحن. مظبوط، بس كمان أنت ما عم تعطيه كل اهتمامي، كمان أنا بحاجة لهذا الاهتمام، صرت أتضايق منه العمر. أنا مو بحبك وقت بتفكر بهي الطريقة أبداً. يعني مو معقولة أنا أحبك وما أحب أخوك، أنا بحبكم أنتوا الاثنين، عم تفهم علي؟ بعدين ما عاد بدي أشوفك زعلان. أنا وأنت لازم نوقف معه ونساعده، عم تفهم؟ طيب بس بشرط. هات لشوف شو شرطك. اعطيني بوسة. يييي بك هاجنتي، رضيت؟ ايه. الله يرضى عليك إلهي، بدك تدير بالك علي إيه؟ تعي شوفي تعي علي. أهلين أهلين، صباح النور، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. ولا شي، هلا ضبطت البيت وخلصت شغل. وانتي؟ كتير منيح. طيب شو رأيك تنزلي لعندي ونشرب قهوة سوا؟ وأنا موافقة كمان. طيب رح حضرت القهوة على النار. ماشي؟ ماشي، يلا. تمام ماشي حالي. دخلك أماني، معك رقم الدكتور وائل ما؟ ايه معي، شو بدك منه؟ هلأ في قصة بدي اياه، معلش بس هلأ تعطيني رقم وبعدين بحكي لك. طب يلا ثواني اكتبي عندك. اوكي يلا اعطيني. 099 ثواني بس. كيفك دكتور؟ تمام. مين معي؟ أنا لورا، رفيقة أماني. تذكرتني؟ أهلين يا هلا. دكتور بصراحة أنا في عندي رفيقي مريض وحابة إنك تشوفه إذا ما عندك مانع. أي ساعة بيناسبك؟ أنا حابة إني شو تشوفه اليوم على الساعة 7 منيح؟ ماشي. بعده عنوانكم نفسه؟ ايه هلا هو بعده نفسه، بس انا ما بدي اياك تجي لعنا على البيت، بدي ننزل على بيته مشان ما يحس على شيء، يعني نفس العنوان بس تحته بطابق. طيب ماشي، انا على 7 بكون عندكم. شكرا كثير دكتور. العفو يا اهلا. باي. Thank you.
انت حدا مبدع على فكرة. انت واحدة حلوة لورا. انت دارس معهد موسيقى صح؟ لا. لكن كيف تعلمت تعزف؟ بسمع اللحن لحالي وبعزفه. شو لعب الزهر لاني قلت لك مبارح انه الزهر حلو ما؟ تأخرتي 10 دقايق لورا. ليش كنت عم تستناني؟ انت قلتي لي امبارح بكره بشوفك. ايه صح مزبوط الحق معك، بس ماما نزلت وسبقتني وانا كان لازم ضب البيت، واول ما خلصت نزلت. شو هالبلوزه الحلوه هي؟ عجبتك؟ حلوه كثير. هيك صار أحلى. تعال وقف وشوف هيك أحلى ما؟ تتزوجيني؟ وليش بقى؟ تتزوجيني لورا؟ طيب ليش بدي أتزوجك؟ إنك واحدة منيحة لورا. شو بتعرف عني بقى؟ اسمك لورا، بتحبي اللون الزهري وبتضبي البيت وقلبك طيب لورا. بس هاد الحكي ما بيكفي. هاد الحكي بيكفي بالنسبة إلي لورا. قلتلي بس الزواج ما له لعبة. ها تتزوجيني لورا؟ خلصنا من هالسيرة. شو بك؟ جو كتير شوب اليوم لورا. نقصني بعدين انت والله رح تجنني، يعني شوي بتقلي تتجوزيني شوي بتقلي جو كتير شوب. شو بك؟ تعرف؟ لا ما بعرف. انا اليوم لازم اشوف الدكتور، تكون معي؟ ايه بروح. ايه لا ما في داعي نروح لعنده لانه هو رح يجي. شو رأيك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لورا كيف؟ هلا واسمي. يا ميت اهلا وسهلا دكتور. عامل الدكتور وائل. دكتور وائل عامل.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. اسم الكريم؟ عمر. اسمي عمر بالواو. عمر. عمر. استاذ عمر، انت عم تشتغل شيء ولا عم تدرس حاليا؟ لا، انا قلعوني من المدرسه لما كنت صف خامس، قالوا انك مالك مثل الاولاد العاديين. في اي مدرسه كنت يا عمر؟ بالنزله، هون بالنزله قدام بيتنا. بس كلهم بيكرهوني، بيتجمعوا حوالي وبيضربوني، قالوا لي مجنون. شقوا لي اواعي وضربوني وفزقوا هون. انا ذكي، انا ذكي كثير، ذكي. بس العالم بيفكروني مالي مثل العالم العاديين. انا ما بفهم على العالم شغلات لما بيحكوا انه بروح مع ماما. تفضل عمر، تفضل بيتك، تفضل. كيف بيتي وهو مو بيتي؟ ماما دائما بتقلي انه في نوعين من الناس، ناس مناح وناس سيئين. انا منيح، انا انسان منيح. لورا اليوم الصبح قالت كون معي مشان دكتور وائل. قلت لها اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب عمر، انت ما عندك رفقات؟ لا، رفقات ما عندي، كلهم بيكرهوني، بزقوا هون. طيب لمين تشكي همومك؟ يعني مين بيتصرف مثلا؟ ماما، امي. بارح قلت لها بدي كنزة زهري، انه لورا بتحب اللون الزهري. عمار، تقرالي هالورقة؟ أنا نسيان نظارات ونظري كتير ضعيف. عم بيطلبوا منك تسدد قيمة الاشتراك للمكتبة الإلكترونية قبل نهاية هذا الشهر. عمرو، فعلاً أنت إنسان ذكي كتير. شكراً، بعرف. كنا عند عمر بالبيت ومن شوي راح الدكتور. عنده بالبيت؟ وأهله شو عملوا؟ قلت لا، ما أنا قلت لماما تعزم خالته على فنجان قهوة، وقعدنا أنا وعمر والدكتور لحالنا. وافقت بهالسهولة؟ أنا بسهولة أكيد. لا، عذبتني بس اقتنعت بالأخير. يخرب بيت شيطانك شو قوية، هاتي لشوف شو صار معك. قال لي الدكتور إنه معه نوع من الأمراض النفسية، توحد، نوع من التوحد. وقال لك ممكن يطيب من هذا المرض؟ يطيب؟ لا، بس في أمل كبير إنه يتحسن. لورا، كأنك عم تهتمي زيادة بعمر. هي وشو فيها؟ ولك مجنونة؟ شو عم تحكي؟ ما تكوني حاببتي أنت. ألو ألو، شو فيها يعني إذا كنت حاببته؟ عمر شاب كتير ظريف طيب، بعدين أنا لما بسمع عزفه بنسى الدنيا. بكفي إنه صادق. أنت بتعرفي إنه ما بيعرف يكذب؟ لك ايه، هذا مجنون، قصدي مريض. لا تقولي عنه مجنون، عمر مانو مجنون. طيب انتي مانك خايفة؟ المستقبل مبلا، بس متأملة انه رح يتحسن. وإذا ما تحسن؟ لا، أنا متأكدة انه رح يتحسن. صدقيني هيك رح تربطي حالك وتستني العمر على الفاضي. يعني أنا حرة، هي حياتي. والله انك مجنونة وشكلك حتضيع عمرك. اصطفلي يا استفلت. يلا انا لازم سكر، بدك شي يا مجنونة؟ سلامتك. يلا باي. مرحبا. مو مرحبا، مرحبا.
مرحبا. مرحبا. مرحبا. طيب بس هاي الالف بالاخير لا كتير تزيدها. مرحبا. مرحبا. برافو عليك. بتقدر تعمل شيء جربها؟ بعدين شو واصلتك مسج؟ هات لنشوف من مين. ايوه رجع نقول عليها. هي مسج مني. برافو عليك. بعدين شو صاير عندك اصدقاء منيح؟ كيفك يا عمرو؟ جوعان. ايه شو مجوعك؟ ما هلا اكلنا عند ماما فوق. لا لا انا ما اكلت. أكل أمك ما كان طيب. أنا قصدي شو أخبارها؟ صار عندي 4 رفقات على الفيسبوك. برافو عليك. نزلنا مبارح أنا ولورا على السوق، اشترينا أواعي وحمرة وكريم أساس. وأكلنا درة كمان. وأكلنا درة. طيب ليش ما تعملتوني معكم درة؟ للناس وناس يعني؟ يسلموا إليك. الله يسلم هديات. أهلا وسهلا فيك يا دكتور، نورتنا. قصدي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شو عم تساوي حبيبي؟ عم بكتب. شو عم تكتب؟ عم بحكي مع رفيقي على الفيسبوك. شوفي انا ما بتخيل ابني غير عم يعزف على الجيتار. شوفي هلا عم يحكي مع الناس. قلت الحمد لله لك يا رب. بس هذا كله بفضلك يا لورا، بفضلك. بفضل رب العالمين. شوفي انا رح احضر الغداء وضعك عندنا اليوم. حبيبتي تتزوجني؟ ببلشوا بس يشوفوا الضوء الأخضر. إلا أنا شغلي ورزقي وحياتي حتى كلامي ببلش مع الضوء الأحمر. استرع على عرضك ساعدني، بوس إيدك ساعدني، بوس إيدك ساعدني. ما توعنا يا والله أمي بالمستيفى وما معي مصاري يدفعها. توعنا يا خلصنا. الله لا يوفقك. شان الله يا اختي الله يخلي لك شبابك. اعطيني حاصل ضيجي جوعان. من وين بدي اجيب لك فراطه؟ الله الله يوفقك. انا ابوك يا عظيم، شو ما بتعظيني.
كتر خيري. لي هلا بتروح الإشارة. إن شاء الله يا أخي شو بيطلع من خضرة. شو ها؟ يا حبيبي مني جاي تشحر؟ الله يوفقك. لك حبيبي أنا دراستي تركتها مشان روح ساعد أهلي. الله يحمي لك شبابك، بس أعطيني إجرة راكب واحد. روح الله يرزقك روح. لك خلص فلت المراية. ليك خلص روح حبيبي. روح الله يرزقك روح. لا إله إلا الله. خلص عمي روح الله يرزقك. لك روح الله يرزقك. روح على المراية يا روحي. روح على يرزقك واحكي لي قصة حياته فتحت الإشارة. كل عمى بعيونك مالك شايف؟ الله يخلي لك هالك ساعدني. روح اشتغل روح. الله يخليلك ما في شغل وعاجز انا مريض. روح اشتغل وطلع رزقك بعرق جبينك. لك عمي روح. هلا رح تعطيني محاضرة العمى رح تفتح الإشارة. يلا رح احاول اخر مرة. بوز ايدك معلم. الله يخلي لك اهلك. والله امي بالمستشفى. الله يخلي لك امك. الله يخلي لك اشبوية الحلوة. امك بالمستشفى؟ روح شوف لك شي سطل مي وغسل سيارات. لك عمي روح. ولك خلصني بقى راح تصير الاشارة خضرة. لك عمي لك روح اشتغل بشرف. روح روح. اضرب شو غليظ. فتحت الاشارة روحت علينا كومة رزق. والله إذا مسحت لهم للعالم بلور السيارة بيصيروا يعطوني أكتر. منين بدنا نجيب شقفة هلا؟ أنا بدبر شقفة وين معك؟ شقفة امسح له. ترك في إيدك بلور. ترك في إيدك. عم بمسح لك بلور السيارة. شايفك؟ شايفني يا عمو؟ حاشاك بس. طلع من هون. مالك شايفة عبد المالمع؟ يمكن أنت وسختها. الله يسامحك ما في شيء يوجهنا. عمي انقلع من هون. صح عليك البلور. ما في شيء يوجهنا يا اختي. امسح اللي وراني بسرعه. يا حاضر. امسحها منيح مو جل غمه. امسحها. يخرب بيتك شو وخمه. سنه مو مغسله السياره. هاي ساوينا لك البرول وراني. ايه روح ساويها كلها يلا بسرعة. كلها؟ ايه قوام. ايه جو حليني هو. خمس وراء. الله لا يوفق. روحت علينا كل الزباين. يساوينا السيارة كلها. ما بقى لها اشتطفى البيت كمان. بعما شو عاد تسوى الخمس وراء على فرق الدولار؟ يعني ما الله الشحادة كلها ما عاد نفعت على ارتفاع الدولار. يلعن أبو الإشارة. والله كانت مبلشة. يلعن أبو الحظ. إيه أنا لازم أطلب من كل السيارة. لسه عامل حالي دكتور نفساني. عم حلل هذا بيدفع وهذا لا. خلص عمي. الحجر اللي ما بيعجبك بفشه. والله هذا بعيد تلاقين. هاي الصبية الحلوة هاي. الله يخلي لك شبابك يا أخي. الله يخلي لك الجمال. الله يوفقك كثر خير. الله يوفقك ويخليك يا أخي. الله يعفي عنك. شبع الإشارة فتحت دغري. يوم سرعينا. لك ببوس ايدك وقفي بقى. دخيل اللون الاحمر شو حلو. اول ولد بيجيني بدي سميه احمر والبنت بدي سميها خضراء. لا شو خضراء اصلا هذا اللون بيوقف شغلي. بدي انسخه من حياتي. خلينا على الاحمر بلا خضراء بلا بطيخ.
طيبة. ما قالت لك الماسة انت جاي؟ عساس تجي بهالكمية بس لسه ما خبرتنا. لك على محلك شو صار لك شوي شوي على الأكل؟ كي وسكتي ايه؟ حبيبتي الرقاصة لازم تكون خفيفة لأنه بدها تهز بخصرة مو بكرشة. ايه قولي لحالك هالحكي ماشي؟ والله أنا ما بيأثر علي. ها وصوتك عم شحت تشحيط؟ لك تضربي انتي والمنطق اللي بتحكي فيه وأسلوبك شو إنه غليظ. دخيل أسلوبك الرقاصة بدها ترقص بكرشة ولا بخصرة؟ ايه كلي كلي أصلاً الحق علي أنا اللي خايفة عليكي. إيه لا تخافي علي بعرف حالي شو عم بعمل. إيه تصطفلي يا شو أنا عم بحكي مشاني؟ يا لطيف شو بتحبي تجري؟ لك مو أنت اللي بلشتي بالأول؟ مبلا أنا اللي بلشت بالأول. هي أول مرة باكل بقابلية. ليش أنت بالأول كيف كنتي عم تاكلي؟ بلا نفس ولا من قفا إيدي؟ قولي عم باكل غصب عني. ليش بقى؟ شي بسد النفس لما باكل مع جوزي. اوف وليش شو عامل لك جوزك المصون؟ هذا جوزي مأنف كتير ما بتعجبه ولا طبخة. على هي مالحة وهي فيها شي عجر وهي بدها لحمة ودائما سق ونق. شو كان عم يتفقس عليكي؟ بيتفقس وبس. لك هذا بيعاجزني معاجزة لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. لازم دائما يطلع لي نكشة بالطبخة. شو بيظهر أكلك مو طيب؟ اي لا حبيبتي أكلي طيب وطيب كتير. ايه ما دقت لأحكم عليه. ايه بكرة بس نسافر سوا اتركيني أنا على الطبخ لأعمل لك كل طبخة تاكلي أصابيعك وراها. سلامة حالي حبيبتي. أنا إذا طبخت لك لا أنتي ولا ست ست ستك بتدوق هيك أكل. ايه بكرة منشوف ومندوق. وما قلتي لي ليش جوزك كان عم يتفقس عليكي؟ حبيبتي هذا جوزي كل ما كان مفلس بيعمل لي طرنة. وما تسدي له حلقه وتعطيه مصاري؟ لكن انا شو عم بعمل؟ صرت كل ما بطبخ طبخه بتحش له المصاري بيقوم بياكل من تمساكت. خير ما عملتي برافو عليكي. وانت مين علمك الطبخ سويتي؟ امي علمتني الطبخ. يعني امك طباخه؟ كانت طباخه وطباخه. وكان ابوك يحب طبخ امك؟ يي شو كان يحب اكله وشو كان ياكل من طبخه. اصلا مشان هيك امي علمتني الطبخ. شو انتي كنتي تطبخي له لأبوكي؟ يا الله لا بابا بيعمره ما أكل من طبخي. ما فهمت عليكي سويتي. أمي علمتني الطبخ مشان إذا أجا رجال مثل بابا ما أكل قتلة منه مثل ما كانت أمي تأكل قتلة. يعني أبوكي كان يقتل أمك مثل ما هلأ جوزي عم يقتلني؟ يا حرام ما بنسى كيف مرة قلب السفرة عليها والأكل مثل النار وحرقها؟ إيه بس مو مشان الطبخ. لكن مشان شو؟ مشان بذرة بطيخ. لك شو جاب بذر البطيخ على الطبخة؟ بأيامها كان صيف وفي بطيخ. ما بتعرفي انه في بطيخ بالصيف؟ ايه كانوا النسوان يشيلوا البذر يشمسوه ويحمصوه ويتسلوا فيه بالسهرة. ايه هيك كانت تساوي امي. ونحن اولاد صغار كنا عم نلعب بالبذرات وشكلها هيك شي بذراية طايرة وناطة بقلب الطنجرة وطلعت له لأبي. ابوكي محظوظ كتير. وحظ امي كان اكبر من حظه. وروح يا ابي مساك هالسفرة وكبة على امي. يبعت لي الحمى عليها. يبعت لي الحمى وقت شفتها عم تنط نط من الحروق اللي صابتها من مرقة الفاصوليا. يا لطيف على هيك عملة؟ عاشت كل عمرها يا حرام وعلاماتها الحروق على جسمها مشان بذرة بطيخ. إيه لو كان طلع له شعره شو كان ساوى؟ يي ما بعرف شو كان طلع معه يمكن كان زتها بقلب الطنجرة. إيه لا حبيبتي جوزي أرحم من أبوكي بكتير. بشو أرحم؟ هلأ صحي جوزي عم يضربني كم كف وكم دفشة وكم لبجة بس يعني ولا مرة حرقني مثل ما أبوكي عمل بأمك. نيال قلبك منيح كتير إذا هيك. دخليك سويتي هلأ أمك ما اشتكت على أبوكي للشرطة؟ أنت عن جد ذكية يعني بدك إياها تخرب بيتها بإيدها؟ لكن سكتت له؟ إيه طبعا سكتت له لأنه كنا نحن أولاد صغار وما عندها مين يحواها. والله صعبة. إيه صعبة وبس. حبيبتي أنت لما تنظلمي من حدا وما تلاقي حدا يوقف جنبك شو بتعملي بحالك؟ بسكت وبسده لحلقي. تماما وهيك عملت امي. اي ستي ان شاء الله بيموت جوزي وبرتاح منه. اذا مات جوزك بترتاحي منه؟
ايه برتاح منه، يعني اذا ضل عايش حتى لو طلقني بده يضل يحر فيني ويحر فيني ويضل يضايق لي حياتي. خليه يموت برتاح منه. هيك لكان. شو بكي ست سويتي؟ يعني ما عجبك كلامي؟ احيانا مو كتير. ليش بقى مو كتير؟ عم اقول صعبة. لما الانسان بيرتاح لموتة انسان وبيجي الفرج حتى لو كان هذا الانسان قريب له. صعبة ولا مو صعبة؟ إيه لا صعبة ولا شيء. لما بيروح من الوش بيروح الهم أو بيجي الفرج. إيه؟ والله يمكن كلامك صح. الصعبان يعني حلو قومي علي قولوا لسا عيشة وكل شيء.